السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم اخوكم بسام من قناة جيم اوفر، تعالوا محل جيم اوفر. واليوم زي ما انتم شايفين لعبة The Witcher 2 Assassin of Kings Enchants Edition. اللعبة هذه كانت حصرية على الاكس بوكس، نزلت من زمان وكنت من اول اطول فيها كذا، ودي العبها بس ما عندي اكس بوكس. بعدين بعد فترة نزلوها على البي سي وما نزلت على البلاي ستيشن ابدا، فكنت متحمس لها. سبحان الله قبل امس نزلت في الستيم وكان عليها عرض جدا مغري، 9 دولار، وسعرها الاصلي كان 39 على ما اظن، فكان جدا مغري فما قدرت اقاوم واشتريتها على طول. فاللعبه طبعا ار بي جي، اللعبه بلس 18، يعني حيكون فيها مشاهد اباحيه او اي حاجه. انا لسه ما لعبت اللعبه لكن من العروض والشغلات اللي شفتها فيها شغلات زي كذا، فكل واحد يتفرج على مسؤوليته. انا ما ححط شيء، ابرر ذمه، انا مالي صلاح، فانا ما حقطع اي حاجه. مثل هيفي رين يعني حنزلها زي ما هي، لكن اللعبة حتكون بلس 18، واللي ما يبي يتفرج لا تتفرج، يعني اطلع برا الفيديو لا تتفرجها. لكن ككل اللعبة على ما اظن جدا محمسة و جدا متحمس اني العبها. فبسم الله خلونا نبدأ. طبعا دحين في القائمة الرئيسية اول شيء عندك الارينا، انا هذه اللي لعبت فيها، سوينا بث مباشر امس. والارينا يمديك تخش وتلعب وفيها اسلوب تلفيل، يعني كانه اركيد مود، الراوندات راوند 1 2 3، وكل راوند تلفل فيه. فلعبت هذه، تعودت على اللعب زي كذا. فالحين خلونا بسم الله نبدأ نيو جيم. حلو، على طول بيلعبوني، أحب كذا يدخلك على طول ألعب بالشباب. يقول لي إذا بجمع شغلات أضغط مربع أو إكس على الإكس بوكس زي هذا. إيش أخذنا منه الحين؟ يقول لي عشان تفتح الانفنتوري أضغط صام اللي فوق وبعدين أقلب بينهم. طيب حلو، هذا اسلوب الانفنتوري حقه، يعني لي اوزن انا ملاحظ، وفي فلوس تجمعها يمدينا نشيل سلاحين وملابس وشغلات حلوه. انا متحمس لها. وش الرساله هذه؟ تورنمنت اناونسمنت، يمدينا نقراها. وورير اوف ذا وورلد نايت جلاديتور سولجر اند ارم ليديز، ذا جراند ارينا فيموس ثرو اوت ذا نورث از The site of ultimate compact rise. هذول هذول قاعدين يدعوني لمبارزة. طب ما عندنا مشكلة، هذه مهمة رئيسية. step by step follow the path through the forest. طبعا زي ما قلت لكم اللعبة RPG فيها تلفيل. move toward your quest objective. اوكي هذا يعلمني دحين اذا قابلت ناس يمديني اكلمهم. اضغط على مربع، اجي عنده اضغط مربع. Who are you? I'm not gonna hurt you. Will you let me look at your wounds? Odd. You don't resemble a traveling preacher. Oh, damn the dogs, it hurts to talk. I wager my arm is the only thing keeping هذا الحين تعبان، فأنا طلبت منه أن يساعده زي كذا. Futile, I'm afraid. Around here, folk don't open their doors to strangers. You would do well to find my squire. I'd like to thrash his hide for fleeing from those corpse eaters. Consider it my final wish. I found his body by the river. Okay, ايش بيفكر؟ Listen, let me brew you a health potion. You're no witcher, so it could kill you. But if I'm not mistaken, you already think you're dead. There's a slim chance that your body will quell the toxins and regenerate. I'll expire in this hole before I let someone turn me into a mutant. طبعا هذا محارب وانا شخصيتي ويتشر ساحر. يعني الشخصية الرئيسية ساحر من الاسم ويتشر، ففنان في السحر والخلطات والشغلات. كويست راكن، اوكي اظن المهمة هنا. شايفين باينة في الخريطة فوق على اليمين. دحين يقول لي عشان استخدم ميديليشن اضغط العصاية اللي على اليسار. طيب يلا خلنا نجرب. فينها؟ اوكي. اوه هذي زي حركة هيفرين. اوه حتى هنا. اوكي حتى هذي. ايش في كمان؟ هذي كمان. حلو. يعني يقول لي اخلط الاشياء اللي جبتها عشان اسوي مخلوط او علاج او اي ما شابه. طيب
اوكي اضغط ال اوكي اضغط ال 2 بعدين اكس. حلو طيب يمدينا اسوي الشيء اللطيف هذا. حلو 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 نضغط اكس واي. اوكي سوينا البوشن. حلو حلو يعني العلاج والشغلات ذي نسويها بنفسنا. حلو خلينا نشوف في اشياء هنا نلقطها. يعني ما بسوي للرجال بسوي لنفسي كمان. خد يا شباب لقينا لك علاج. You're still alive, so that bodes well. But you've got a ways to go before you're at full health. Now you have to sit and wait. You're no mutant, so it'll be a couple of days before you recover and we can get you out of here. Thank you, Witcher. Hallowed Creve! Didn't have the chance earlier. I'm Geralt of Rivia. Bolton of Ironfoot. خلنا نسأل ونقول إيش صار هنا. I wanted to try my luck in the arena, but some corpse eaters surprised me. My horse reared and I came crashing down in full armor. They pounced upon me with their claws. Though broken, I managed to drive them off and crawl here. Pitiful story, but there it is. That could mean some paid work for me. Doubtful. If the corpses weren't eaten, they would rot, emit a stench and breed pestilence. Ah, damn the dogs! هذا هجموه كلاب الحين. كان بيروح الارينا عشان بالضارب زي كذا بس الكلاب هجمته. طيب خلنا نشوف. قلت ويل اي هاف تو جو. ثانكس بولت. ثانكس يو. هلا والله. طيب الباب هذا اذكر انه ينفتح. خلنا نشوف. افتح الباب. هاي بيفتح الباب. We don't open for strangers, Roger. معصبين ذولا. طيب دحين لازم نروح للمدينة. والله فله ذا الرجال. يشيل سلاح سيفين. Who stalks the night? Be gone, cursed soul, or I'll stick the hounds on ya. Got corpse eaters on this side, so I'll take your hounds any day. A jester, eh? You're all jesters. You all think you're droll till you enter the arena. No room for joking around in there. I'm not trying to be funny. I'm soaked and I'm freezing. Let me in. Ah, a vampire. I'll not let a bloodsucker in. Oh no. I've got eels in garlic here. What do you say to that? I'll gladly submit to the eels in garlic trial, and the running water trial, and the beer trial. Who knows what you are? اللي فوق هذا ما يبي يدخلني. خوينا هذا يقول له اسوي اللي تبغاه واقدر اتعداه. You want me to wait here? You there. ايه سحب عليه. All right. Let's find a place to rest. ما رد يدخلوني. هم ايش قالوا لي؟ اريح لمتى؟ Until dawn. اوكي. نريح لين لما ما ادري العشاء يجي يصير ولا ما ادري ايش رجتهم. Until dawn هذه انا فجر يعني. حلو ابو الشباب ممكن دخلني. Still there, foul soul. Yeah, I'm still here. And the cock has crowed. As far as being foul, well, I may smell a bit. Has it got an invitation? Yes. It has. Then it may enter. Good luck to it in the arena. Okay, هذه الرسالة في البداية اللي لقيناها اللي هي رسالة الأرينا إنه دعوني عشان أجي الأرينا وزي كذا. فهذا أنا الحين في الأرينا. الله يستر. خلنا نشوف الجيم بلاي كيف هيكون. يجي مربع مثلث اللي يضربون. حلو طيب هذه فيجور هذه شكلها السحر. R2 اللي صد.
تدوج مثلث والعصايه ايش اكس اكس خلينا نشوف كونتر وذا تاك تو ريبوست هولد داون ذا بيري كي يعني اقعد كذا طول الوقت شفت طلعت العلامه يعني اقعد صادت لا شوف طلعت لي الين لما يطلع علامة السيف ذي في بطنه ذيك الساعة اضرب وهو يبي يضربني في نفس الوقت اوكي الدائرة يسوي لي السحر كريتيكال افكت يقول لي يعني لما اخلي اعدائي زي كذا ستان يديني اسوي له كريتيكال هيت زي كذا سوبر باور اوكي هذا الحين قاعد يعلمني الافكت في بليد وفي بلايندينج وفي نار وتجمد وتسمم انفجار طب حلو الحين هذا شكله بيحرقني الحين الياردن عشان اسوي تراب طيب خلينا نشوف نحط الياردن هذه هي الياردن ايه حطينا له تراب خلينا نشوف ايش ايه سوينا الفخ زبط على الفخ فينش ذا جول الحين لازم نسويه بالاجني نولع حلو اوف انفجر Retrieve all the item. Quick slot. يمدينا نحط شغلات. تسحبها وتحطها. يصير هذه ايتمات يمدينا اوصلها بسرعة يعني مثلا زي كذا في الخانات دي اللي على اليمين الاربعة الفاضية. الحين هذا الصندوق كنز حقي. في شي زيادة. Place the bomb and the dagger. طيب. لازم نخش start. Inventory. شايفين هذي نحط واحدة هنا هذي هنا تراب هنا حلو هنا جاهزين شوف دحين تطلع لي على اليمين بس character development هذا التلفيل الحين has advanced to the next level over the character development to acquire new ability حلو ايش هذي mutagens can use to modify some of great ability يمديني يعني شيء الفله واحط في وسطه ذي القدرة يعني يصير عندي قدرتين في قدرة واحدة فخلنا نشوف كاركتر الحين هذي كلها مقفل علي اوف ليفل 8 انا مسرع كنت ليفل 1 ترى في اول الجيم شوف زي هذي كل اللي على اليمين على اليسار تحت التلفيل مرة شكله حلو مرة حلو شوف كيف خطير شكله فما في الا اللي فوق اللي هي اللي اقدر اطورها فاجي اضغط اكس ف يمديني اختار حاجة يعني مثلا ازود الفيتاليتي البيرينج الداجر هذه الفايجر جنريشن هذه فورتريت وهذه لسه ما حطينا فيها هذه الارو حقت الاسهم فخلنا نشوف مثلا نعلي الفيتاليتي او يا الفيتاليتي خلنا نلعب الفيتاليتي يعني مثلا نضغط مثلث يورينا انا كيف تلفيلي الفيتاليتي كام الدفاع حقي كام الاضافات اللي بتجيني resistant critical effect كل ما الفل كل ما حقه شكله فشيء جميل والله حلو حلو اسلوب التلفيل عاجبني الشجرة هذه كيف اسلوبها حلو طيب خلنا نطلع نشوف دحين يقول لي ارجع شكلي لفلت كذا ليفل هلا والله شوف الحين خلاص يمديني الفل الشغلات الثانية على ما اظن بس ما عندي تالنت يا ما عندي مهارات خلاص لفلت
هذه هي ميوتيت، اضغط مثلث. يب شايفين هذه عندي سكيل وفي وسطه حطيت فيه السكيل يعني عشان اقوي نفسي. فهذه شوف دحين بضغط مثلث مره ثانيه، ميوتيت ابيليتي ما تسوي لي شيء. فنطلع شو او دحين اضغط اكس ميوتيت ابيليتي، اقوي السكيل نفسه خليه يسوي اقوى. فالحين صار اقوى، في له اشياء اضافيه بونس شيء حلو. خلنا نشوف. Final trial. Your final trial await. Make sure you to prepare. Okay. الحين خلاص آخر تدريب. أوف عطاني شغلات حلوة. Preparing for combat. يا الله اللعبة دي. يمديني أطلع من التوتوري في أي وقت، أطلع من ذاك الباب. بس انا ما حطلع. خلنا نشوف ايش جاتني من اغراض. اوكي هذي ترابز، اظن يمديني اسوي لي سحر او علاج او الكمي. والله التطوير شكله بطل، مرة بطل، عجبتني الشكل. نبي نسوي الكمي درينك بوشن، ما يمدينا نسوي الكمي، غريبة. لا انا بتضارب بشوف. طب ما خزن ولا هو يخزن لي؟ والله شكله هو يخزن لي. طيب بسوي له فخ. شق لب حتى نار الفخ. خليته بطيء. اوه هذا شديد. اوكي انا بديت اتعطش. اوكي I have to go. Assalamu You have completed the tutorial. Recommended difficulty setting easy. ما عندي اي مشكلة مع الايزي. ليه؟ الايزي فلة. اوكي هذي شكله دحين من الحين يعني بدأنا قصة. يعني لو سويت سكيب للتوتوريال ما يخليني العب ذي البداية ولا حاجة. يعني على طول بيعلمني. انيموس انا اللي قريت عن اللعبة انه ذي اللعبة اصلا كانت نوفل او قصة، يعني كتاب بولندي على ما اظن. اظن بولندي يعني كانت قصة. فخلونا نشوف العرض هذا. زي ما قلت لكم الان اللعبة بدأت. لعبة الويتشر 2، لعبة اللي على اكس بوكس والبي سي. لعبة جدا انا كنت متحمس لها مرة مرة مرة، ولقيت عليها عرض وما قدرت اقاوم. ممكن التمرين شوية كذا بارد يعني، بس مجبر اني العب عشان اتعود على اللعب. فاللعبة جدا حلوة، يمدينا اسوي سحر، يمدينا اسوي فخوخ، يمدينا اسوي بوشن بنفسي، سيوفي، الايتمات تتلقط، تلفيل حلو، شجرة التلفيل جدا رائعة. انا متحمس لذي اللعبة جدا جدا جدا. ف خلنا نشوف انت ميرا. فعلى ما اظن كلها ملوك وزي كذا وعصر ايام زمان. فخلنا نشوف ايش عندهم ذولا. فلا تنسوا قولوا لي رايكم في اللعبه، ايش رايكم فيها. اوف اوف اوف
1271. هذا من زمان، قبل 850 سنة. long time ago يا شيخ. وهذا أنا. بدأ يتعب أبو الشباب، بدأ الحماس. لازم أشرد. انهض. مين اللي قاعد يطارد يطيح؟ وش بو كذا تحسه معذب؟ إلا والله كان شكله كان سليف، كان عبد. أيوة، مين دولة؟ هذول شكلهم بينقذوني. جزاكم الله خير، ما قصرتوا. واو، عيون حلوة. أوه، فين بينقذوني؟ شكله إني هربت مسكوني. Oh shit! Ha! 20 orange to Grandad! Looky there, he's awake! You daft! Don't go in there! Shut it, he's in chains, can't do a thing! Am I right, Master Geralt? Oh, got in at the bone, spill that out. Roll again! Why? The dice didn't roll! Calling me a cheat? Take it back. Look, he's awake again. Monster slayer, my ass. A regular horson. I heard witches would start out as roadside orphans taken in by mages. They plow witches come the equinox. شكلهم هم في زمن يكرهون السحرة، وأنا شخصيتي ساحر، فشوفوا كيف قاعدين يعذبونه. أوكي، جاء الشخص. هذا شكله بنحلل. طيب we've been introduced. Vernon Roach. أهلا وسهلا. مدل لي يدي وأنا أصلا مربط، فالحين عندي خيارين. أقول له هي مرة مضحك، بدينا أقول لك والله بتصافح معك بس إذا كنت أقدر، فبقول له very funny. Fuck you. Nasty. When after we've been through so much. Same side of the barricade then. Opposite sides of the table now. You can change that. You want me to sit on your lap? Vess! Unshackle him. مين دولة؟ شكلهم خياني زمان ولا حاجة. هلا والله فيس. شكرا. You will tell me everything you remember. The entire assault. And all that happened in the Solar. And if I refuse? I shall have to beat you. I've commanded the Special Forces for a while. Got good at beating others. You're a Witcher. You'd endure much. You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to your cell, and tomorrow... الحين هذا قاعد يستجوبني، يبغى يعرف ايش صار. انا ماني عارف ايش صار بالضبط، فبيسالني عن اشياء وقاعد اقول له انا ما حجاوبك ايش بتسوي لي. Downright praiseworthy. Where should I start? It was a long day. I wish to hear the important bits. الحين يبغاني اوكي اشرح له. انقي. The morning the king summoned me. The assault. We split up. يمديني اقول له عن الهجوم لما تفرقنا. في الصباح لما الملك استدعاه، فبقول له ذا أصلت. Things went relatively smoothly after we came out of that tower. That is until we ran into Arian Lavalette. واو حلو، شكله دحين لما حكي القصة أنا أعيش الدور. شيء جميل.
قلت انا بدأت بالترتيب على طول نقيت الهجوم. تو 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 تو. اوكي اطول لودينج في الحياة اخيرا. Day of the Assault الصباح. اوه انا كنت يعني من اتباع الملك. اوكي شباب هذه نهاية الحلقة. اتمنى الحلقة دي عجبتكم، حلقة مقدمة. انا اظن الان بتبدأ اللعبة من جد، يعني في الحلقة هذه شفنا التدريب وعرفنا كيف نستعمل الشخصية والضربات والترابز والالكمي وكيف ننام، وبعدين بدينا في اللعبة وكنت محبوس. فالحين انا اللي قاعد يسوي مع التحقيق قاعد يسألني يقول لي ايش صار، فانا الحين قاعد اروي القصة في نفس الوقت قاعد العب القصة، يعني الحتوت اللي قاعد احكي له اياها قاعد اعيش جوها. فالحمد لله طلع لي الحين السيف، يمدينا نسيف والسيف على طول، يعني بس تضغط وقاعد يسوي لك جيم سيف تحت. فالحين اللعبة خزنت. اتمنى الحلقة دي عجبتكم، قولوا لي رايكم، قولوا لي تبون نكمل. هذه تعتبر الحلقة الاولى او حلقة مقدمة ان شاء الله تعالى. في الحلقة الجاية فعليا حنبدأ اللعبة. انا ككل اللعبة جدا عجبتني ومتحمس اني حلعبها، انا كذا وكذا حلعبها. فقولوا لي لو تبون انزلها على القناة ولا حاجة. اوكي شباب، كان معاكم اخوكم بسام، نشوفكم في امان الله. السلامة.